بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم طارق زيدان ودرس جديد في دروس الكمبيوتر والانترنت. كتير مننا بيكون شغال على الكمبيوتر بتاعه وبعد فتره بيلاقي ان الكمبيوتر بقى بطيء او استجابته مبقاش سريعه زي الاول. ففي الحاله دي بيضطر ان هو يعمل حاجه من الاثنين، يا اما هو ينزل ويندوز لجهاز الكمبيوتر بتاعه او يودي الجهاز بتاعه لحد متخصص في الكمبيوتر ينزل له ويندوز. وفي كلتا الحالتين تنزيل ويندوز بياخد وقت، ممكن نكون احنا مشغولين او ما عندناش وقت فاضي ان احنا ننزل فيه ويندوز، لان الويندوز زي ما قلت بياخد وقت كتير. النهارده ان شاء الله هنتكلم على 7 خطوات لو عملتهم هيخلي جهاز الكمبيوتر بتاعك اسرع وافضل ان شاء الله، ومش هتحتاج انك انت تنزل ويندوز من جديد. طبعا درس النهارده هيكون شرح على ويندوز 10. اول خطوه معانا النهارده هي الديسك كلين اب. بروح على جهاز الكمبيوتر بتاعي، بفتح ديسك بي سي وبدخل على البارتيشن اللي عليه الويندوز بتاعي، وبيكون دايما هو البارتيشن اللي عليه علامه الويندوز كده او اكونت الويندوز بالشكل ده كده قدامي، هو هنا البارتيشن سي. باجي عليه كليك يمين وبختار بروبرتيز وباجي على ديسك كلين اب، بيطلع لي الشيء كده قدامي يا جماعه. ببدا احدد الملفات اللي انا عايز اعمل لها كلين اب، بحدد الكل تقريبا بس بسيب الداونلودز ما بحددهاش، وبحدد بقيه الملفات عندي. دي الملفات المؤقته اللي على الجهاز اللي ملهاش اي لازمه، ولكن الداونلودز ديت الملفات اللي انا عملت لها داونلود اوريدي موجوده عندي في الداونلودز، فانا مش عايز امسحها الداونلودز، عايزهم ملفات مهمه وعايزهم. هم هنا عندي حجمهم 5.5 جيجا، دي ملفات كنت انا محملها قبل كده فمش عايزها تتمسح. بعد كده بدوس اوكي، بيقول لي انت واثق ان انت عايز تمسح الملفات ديت؟ اقول له ايوه اوكي. هيبدا يمسح الملفات المؤقته اللي ملهاش اي لازمه عندي على جهازي. تمام، انا كده خلصت عمليه الديسك كلين اب. ندخل بعد كده على الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه هي ان انا احذف الملفات المؤقته او التمبرري فايلز او فولدرز الموجوده عندي على الجهاز. عشان احذفها باجي هنا على قائمه ستارت وبتك عليها كليك يمين وبختار رن، تظهر لي الشريط كده قدامي، بكتب فيها تمب تي اي ام بي وبدوس اوكي. هطلع للشريط كده قدامي، هدوس كونتينيو، هتجي الملفات دي كده قدامي. انت ممكن تكون عندك اكتر من كده، هتحددهم كلهم كل الملفات وكليك يمين وديليت كونتينيو. طبعا معظمهم هيتحذف وهيفضل بعض الملفات مش هتحذف عشان دي شغاله اوريدي دلوقتي او برامج شغاله، فانت ممكن تعديها خلاص. هتلاقي المعظم اتمسح ولكن اللي فضلوا حاجات بسيطه. هدخل بعد كده على الملف التاني بتاع الملفات المؤقته برضو من قائمه ران، وهكتب علامه 100% بجيبها من زرار شيفت مع زرار 5 في الكيبورد كده، عمل لي علامه 100%، واكتب كلمه تمب هي وبعدها برضو علامه 100% من زرار شيفت وزرار 5 في الكيبورد وبدوس اوكي. هتجيلي الشاكره قدامي، هحدد كل اللي فيها برضو وكليك يمين واختار ديليت. كده برضو حذف لي كل الحاجات اللي موجوده هنا. بعض الحاجات هتفضل عشان الحاجات دي اوريدي شغاله في برامج شغاله دلوقتي في الخلفيه، فانا هعمل لهم سكيب مفيش مشكله. الحاجات اللي شغاله ديت هتبقى حاجات بسيطه اللي فضلت، لكن هو حذف الاغلبيه. اخر فولدر عندي فيه ملفات مؤقته، هروح برضو افتحه واحذف اللي فيه. هدخل برضو على قائمه ران وهكتب هنا بريفيتش بي ار اي اف اي تي سي اتش، هتجيلي الشركه قدامي، هدوس كونتينيو وهحدد برضو كل اللي فيها. وهعمل لهم ديليت نفس الكلام، اخر ملف هسيبه. بعد ما خلصت حذفت الملفات المؤقته، ما انساش اروح افضي سله المهملات او الريسايكل بين. برجع كده على الديسك توب واروح على الريسايكل بين، كليك يمين وامتي ريسايكل بين وبفضيها خالص من الملفات اللي فيها. تالت خطوه معانا النهارده هي الاستورج سينس. بروح رايح على قائمه ستارت وبدخل بعد كده على السيتنجز، هتجيلي الشاشه كده قدامي، هختار منها سيستم وبعد كده ادخل على ستورج، وبلاقي عندي هنا اوبشن اسمه ستورج سينس. ستورج سينس ده اوبشن مخصص ان انت لو شغلته كده دلوقتي بيبدا يشوف الملفات اللي هي ملهاش لازمه او مؤقته على جهازك ويبدا يحذفها من نفسه. لما تشغل دي هو من نفسه اوتوماتيك بيبدا يحذف الملفات اللي بيحس انها ملفات مؤقته وينظفها اول باول من كل البارتيشنات اللي موجوده عندك على الجهاز بتاعك. الخطوة الرابعة معانا النهاردة هي التحكم في البرامج اللي بتفتح عند تشغيل الجهاز، اللي بتفتح في الستارت اب بتاع الجهاز. طبعا البرامج اللي بتفتح في الستارت اب بتاع الجهاز بتبطئ الجهاز شوية، بتخليه طبعا على ما يقوم ويحمل البرامج دي كلها ويشغلهم بياخد شوية وقت، وطبعا بتستهلك من الرامات ومن البروسيسور وبتخلي الجهاز بتاعنا بطيء شوية. فأنا بتحكم في البرامج دي وبوقف منها البرنامج اللي أنا مش عايزه يشتغل لما الجهاز يشتغل، مش لازم يشتغل مع الجهاز، أنا هبقى أشغله لما أحتاجه. مش لازم اول ما الجهاز يشتغل هو خلاص ستارت اب اوتوماتيك من نفسه. فبتحكم فيها منين؟ بروح هنا على قائمه او على التاسك بار اللي تحت ده كده واتك عليه كليك يمين وبختار تاسك مانجر،
هتجيلي الشركة اللي قدامي، هختار مور ديتيلز عشان تفتح لي شاشة كبيرة، وهاجي هنا على ستارت اب، وهلاقي دي كل البرامج اللي المفروض تفتح او تشتغل مع الجهاز بتاعي لما بيشتغل. هاجي هنا على اي برنامج من دول مش عايزه يشتغل مع الجهاز بتاعي لما يفتح، هاجي عليه كده وكليك يمين واقول له ديسيبل. هبدا طبعا احدد البرامج اللي انا عايز اعمل لها ديسيبل انها ما تفتحش مع الجهاز بتاعي. طبعا هنا اللي اتعمله ديسيبل ده خلاص مش هيفتح مع الجهاز لما يفتح، زي ده مثلا برضه اعمله ديسيبل. انت بتبدا تشوف البرامج اللي انت مش محتاجها انها تفتح مع الجهاز اول ما يفتح وتعمل لها ديسيبل. دي كلها طبعا بتخف من الرامات والبروسيسور وبتخلي جهازك يفتح بسرعه. طبعا ما جيش تماما ناحيه الانتي فايروس، الانتي فايروس ما بوقفوش، بسيبه شغال اوتوماتيك، ما توقفش الانتي فايروس ايا كان الانتي فايروس اللي عندك، ايه افيرا افاست اي نوع تاني ما توقفوش. طبعا هنا هاجي برضه واعمل ديسيبل لكل ده. خلاص كده انا خلصت، وبعد كده نروح للخطوه اللي بعدها. الخطوه رقم 5 معانا النهارده هو ان انا اشغل الويندوز بتاعي او الجهاز على البيست بيرفورمانس الخاصه بيه. يعني الويندوز بتاعنا بيبقى نازل عليه سيمز وعليه الوان وعليه كلرز وعليه بعض الحاجات اللي طلع لنا كده، والالوان والاشكال دي كلها. انا ممكن لو وقفتها الاشكال دي والحركات دي هخلي الجهاز بتاعي او الويندوز يشتغل اسرع، لان الحركات دي والاشكال والسيمز والكلام ده كله بياخد طبعا من الرامات والبروسيسور. فانا لما اوقفها بخلي الجهاز يشتغل احسن، بوفر الحاجات المستهلكه فيها اللي ملهاش لازمه خالص، بوفرها للجهاز او للحاجات اللي انا عايز اشغلها فعلا محتاج منها او محتاج فيها رامات وبروسيسور. عشان اوقف الكلام ده كله بدخل على زيس كمبيوتر او زيس بي سي، واتك على كليك يمين واختار بروبرتيز، وباجي هنا على ادفانسد سيستم سيتنجز، وباجي على ادفانسد وبرفورمانس واختار سيتنجز، وهلاقي الجهاز بتاعي واقف اوريدي على ادجاست فور بيست ابييرنس كده، بيظبطه لاحسن منظر او اجمل شكل للويندوز، بيطلع شكل بقى اللي فيه الاشكال اللي بتتحرك والسيمز الالوان المختلفه والكلام ده كله. انا مش عايز الابييرنس الحلو، انا عايز البرفورمانس الكويس، الاداء الكويس للجهاز، مش عايز المنظر الحلو للويندوز. فانا هختار ادجاست فور بيست بيرفورمانس، وكده هيظبط الجهاز ان هو يشتغل على اداء احسن ويوقف الحاجات اللي ممكن تستهلك من الرامات والبروسيسور. هروح بعد كده ادوس اوكي وادوس اوكي. الخطوه رقم 6 اللي معانا النهارده هي التشينج باور بلان اوبشن. التشينج باور بلان اوبشن هي الخطه بتاعه الباور اللي بحددها للجهاز بتاعي عشان يبدا يشتغل فيها. زي مثلا على سبيل المثال لو انا معايا اللابتوب بتاعي وفاضل فيه شويه بسيطه في البطاريه بتاعته بتخلص، فانا بختار الباور سيفر، ان انا بختار البلان بتاعته ان باور سيفر يبدا يحافظ على البطاريه ويبدا يقلل الكونسومشن بتاع البروسيسور وبتاع الشاشه عشان ما يخلصهمش على الفاضي، وان انا محتاج الجهاز يشتغل في حاجات تانية، وبالتالي بحافظ على البطاريه بتاعت فتره اطول. لكن انت لو محتاج جهازك يشتغل اقوى واحسن فانت بتخليه على الهاي بيرفورمانس. عشان نغير الباور بلان اوبشن ده ندخل هنا على قائمه ستارت ونكتب تشينج باور بلان، هتظهر لي دي كده قدامي، هفتحها، هدخل على باور اوبشنز، هتفتح الشاشه دي كده قدامي يا جماعه. فيها ثلاث اختيارات للباور بلان اوبشنز زي البالانسد والباور سيفر والهاي بيرفورمانس. طبعا احسن واحد فيهم هو الهاي بيرفورمانس عشان بيديني احسن اداء للجهاز بتاعي سواء كان للبروسيسور او للرامات. ولكن في اختيار رابع هو الالتيميت بيرفورمانس، وبيكون شركه مايكروسوفت مش منزلاه باي ديفولت مع الويندوز، وعشان انت تنزله او تشغله محتاج تكتب كود معين. هسيب لك الكود ده في رابط تحت الفيديو، هتاخده كده كوبي وتيجي هنا على قائمة ستارت وتك على كليك يمين وتختار ويندوز باور شيل ادمن. ويندوز باور شيل ادمن الاختيار ده هتجيلك الشاشة دي كده قدامك، هتك على كليك يمين، ومجرد ما تك على كليك يمين هو اوريدي بيعمل بيست للكود اللي انت عملته. هتدوس بعد كده انتر، هتلاقيه بعد كده نزل لك سطر جديد اهو كلام كتير فيه، وفي الاخر التيميت بيرفورمانس. التيميت بيرفورمانس ده برده بيكون اوبشن من ضمن الاوبشنز بتاعت الباور بلان، طبعا ده احسن اوبشن للباور بلان، وده بيخلي الجهاز بتاعك بيشتغل بكل طاقته وبدون اي مشاكل. لو جينا كده رجعنا تاني على الباور بلان اوبشنز ديت وعملنا ريفريش، شوف كده ظهر لي تحت اوبشن جديد اسمه ايه، التيميت بيرفورمانس. فحدد الاوبشن ده كده، وبكده الجهاز بتاعي يكون شغال على افضل بيرفورمانس. الخطوه رقم 7 اللي معانا النهارده برضو ان انا احذف البرامج اللي ملهاش لازمه على الجهاز، اللي ممكن تكون مستهلكه جزء كبير من الجهاز في الاستورج بتاعته او في الهارد بتاعي. انا ادخل على كنترول بانل، وبعد كده ادخل على بروجرامز اند فيتشرز، وابدا ابص في البرامج عندي هنا اللي انا مش محتاجهم ابدا اشيله. يعني مثلا عندي برنامجين تيم فيور انا مش محتاج ده مثلا، هبدا اشيله وابدا اشوف في القائمه دي، ابص فيها براحتي كده واشوف ايه البرنامج اللي انا مش محتاجه وابدا اشيله. اي برنامج مش محتاجه او ما بتشغلش عليه هبدا اشيله. بس يا جماعه خلي بالنا كويس جدا، اي حاجه فيها مايكروسوفت ما احذفهاش، لان مايكروسوفت بيكون برنامج مساعد لبرامج ثانيه موجوده عندي على الجهاز، او برنامج مساعد من برامج الويندوز، فانا ما اقدرش احذفه. وبكده يكون خلصنا 7 خطوات، وبكده يكون ان شاء الله جهازك اشتغل باحسن اداء واعلى بيرفورمانس ويكون اسرع من الاول. ولو فضلت معاك نفس المشاكل بتاعت جهازك بطيء او انه مش شغال كويس بعد اللي احنا عملناه،
ممكن يكون جهازك انتي فايروس وانت محتاج انتي فايروس قوي، ولكن الافضل انك انت تشيل نسخه ويندوز وقتها، تنزل ويندوز جديد على النظافه، واول حاجه تعملها انك تحط عليه انتي فايروس. هسيب لك تحت الفيديو ده ازاي تسطب نسخه ويندوز 10 من اول وجديد باستخدام الفلاشه، وهسيب لك برضه تحت الفيديو ده ازاي تسطب انتي فايروس على جهازك وتفعله تفعيل كامل بدون ما ينتهي منه. وبكده يكون درس النهارده انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.